هل اذا انا اكلت زدت البروتين عندي راح ياثر على النظام الغذائي اللي ماشي عليه؟ طبعا اذا انت ماشي على دايت معين، حاطط في هذا الدايت مثلا انا بدي اكل بالنهار 1800 كالوري او 2100 كالوري، هدول 2100 كالوري احنا مقسمينهم بين البروتين والكربوهيدرات والدهون، هدول مقسمين كاملين. اذا اجيت انت تزيد بروتين من برا وانت اوريدي البلان تبعتك ما كان فيها انه نزيد البروتين من برا، هذا البروتين ما هو فيه كالوريز فيه سعرات حراريه، فانت هيك الاوفر اول التوتال تبعك زاد فيه السعرات الحراريه.